أعزائي تلامذة المستوى الثالث ابتدائي لمجموعة مدارس الجينجيل، مرحبا بكم في هذه البوابة الإلكترونية التي سنتواصل معكم من خلالها. اليوم سوف نتطرق إلى درس قياس الكتال مضاعفات كيلوغرام وأجزاء. قبل أن نمر إلى الدرس سوف نقوم بتذكير الدرس السابق. ما هي الوحدات الأساسية لقياس الكتال؟ نعم جيد، الوحدات الأساسية لقياس الكتل هي الجرام والكيلوغرام. إذا الجرام والكيلوغرام هما وحدتان أساسيتان لقياس الكتلة. أمر إلى سؤال ثاني، ما هي أجزاء الكيلوغرام؟ نعم جيد، أجزاء الكيلوغرام وهي الكيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، الجرام، ديسيغرام، سنتيغرام، وميليغرام. بنشاط سيمكننا من معرفة مضاعفات كيلوغرام وأجزائه. النشاط الأول، لدينا طفل كيس من القمح ثم فيل. بالنسبة للطفل لقياس وزن هذا الطفل نستعمل كيلوغرام، ثم بالنسبة لوزن كيس من القمح لا نستعمل كيلوغرام بل نستعمل كتلة جديدة ألا وهي القنطار. وكذلك بالنسبة للفيل لا نستعمل الكيلوغرام لأنها كتلة ثقيلة جدا، نستعمل كتلة جديدة وهي الطن. قنطار طن. إذا طن والقنطار وعشرة كيلوغرام هي مضاعفات الكيلوغرام. كما ترون هنا لدينا الطن قنطار والعشرة كيلوغرام هي تعتبر من مضاعفات الكيلوغرام. والكيلوغرام، هكتوغرام، ثم ديكاغرام، الجرام، ديسيغرام، سنتيغرام، والميليغرام هي أجزاء للكيلوغرام. بالنسبة لهذه المضاعفات قلنا طن القنطار وعشرة كيلوغرام هي كتل نستعملها للأوزان الثقيلة أو للأوزان الزراعية مثلا كالقمح والشعير إلى آخره. إذا أمر إلى نشاط ثاني، أحول إلى الوحدة المطلوبة، 43 قنطار تساوي كم من كيلوغرام؟ 175 كيلوغرام تساوي مني كم من كيلوغرام؟ 2 طن تساوي كم من كيلوغرام؟ قبل إنجاز هذا النشاط نستعين بجدول قياسات أو جدول التحويلات. كما ترون في هذا الجدول لدينا أجزاء الجرام ثم مضاعفة الجرام. أجزاء الجرام وهي ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام، وتعتبر أجزاء أصغر من الجرام. ثم المضاعفات لدينا الطن، قنطار، عشرة كيلوغرام، كيلوغرام، هكتوغرام، وديكاغرام، وتعتبر من مضاعفة الجرام أكبر من كتلة الجرام. ثم أمر إلى أجزاء الأجزاء وهي هكتوغرام، ديكاغرام، جرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام، تعتبر أصغر من الكيلوغرام، أجزاء أصغر من الكيلوغرام. بالنسبة للمضاعفات كيلوغرام هي الطن والقنطار وعشرة كيلوغرام، وتعتبر من الكتل الأكبر من الكيلوغرام. بالنسبة للمثال الأول، لاحظوا معي جيدا كيف نشتغل على الجدول. لدينا 43 قنطار تساوي كم من كيلوغرام؟ أضع الرقم 3 في خانة القنطار وأربعة في خانة الطن. إذا أبحث على الكيلوغرام أضيف صفرين لأحصل على العدد. إذا 43 قنطار تساوي 4300 كيلوغرام. المثال الثاني، لدينا 175 كيلوغراما، 175 كيلوغرام تساوي كم من هكتوغرام؟ أضع الرقم 5 في خانة كيلوغرام. لاحظوا معي جيدا خانة كيلوغرام، ثم الأرقام المتبقية في الخانات السابقة. أبحث عن الهكتوغرام، الهكتوغرام أضع الصفر، وبذلك أحصل على عدد 2750 هكتوغراما. المثال الثالث، 2 طن تساوي كم من كيلوغرام؟
قنطار وأربعة في خمس طن. إذا أبحث على الكيلوغرام أضيفوا الصفرين لأحصل على العدد. إذا 43 قنطار تساوي 4300 كيلوغرام. المثال الثاني، لدينا 175 كيلوغراما. 175 كيلوغرام تساوي كم من هكتوغرام؟ أضع الرقم 3 رقم أضع الرقم 5 في خانة كيلوغرام. لاحظوا معي جيدا، خانة كيلوغرام ثم الأرقام المتبقية في الخانات السابقة. أبحث عن الهكتوغرام، الهكتوغرام أضع الصفر وبذلك أحصل على عدد 2750 هكتوغراما. المثال الثالث، 2 طن تساوي كم من كيلوغرام؟ أضع العدد 2 في خانة طن، 2 ثم أبحث عن الكيلوغرام، أضيف أصفار أحصل على العدد 2000 كيلوغرام. إذا لنهاية هذه الحصة يمكنكم أن تنجزوا التمرين، تمرينين رقم 3 و4 صفحة 92، وشكرا.